السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكراً لك يا طلال فيكتور على رسالك الدائم لصفحة الفان بيج لينا وخصوصاً لي. وأنا بعتذر وبشدة إني ما برد عليك أحياناً، يعني لما بترك الجهاز بألاقيك كذا إنك في الشات إنه وبعدين أوفلاين وحاجة، يعني مرة سامحني إني ما برد عليك مرة أول بأول. أنت سألتني عن ديف جام. ديف جام من الألعاب اللي أنا كنت ألعبها بصراحة جزءها الأول والثاني. أنا أفتكر إنه أنا جزء الأول لعبته، بس كان نوعا ما مو زي الجزء الثاني. الجزء الثاني حقها مرة رائع، والكومبو حقها مرة رائع، أسلوبها وطريقتها مميزة. طبعا الضربات اللي فيها ما يحتاج أقعد أعيد وزيد في الضربات، ليها كومبوهات وديتيلز وإكستراز، شيء مرة مو طبيعي. طبعا هي اشتهرت أول حاجة بديف جام، ديف جام فايت أوف نيويورك، هذه الجزء اللي كسر الدنيا. وانت اللي بتسأل عنه يشتغل طبعا في 360 PS3، نقدر نقول انها من الالعاب اللي مرة شدتني انا شخصيا. وانا بصراحة لو انك انت متردد تبغى تشتريها ولا لا، go for it man، والله مرة حلوة اللعبة، حتنبسط فيها خصوصا بعد ما تختمها. ترى يعني انت ختمت الجزء، في حاجات اكسترا بتطلع لك، ما اعرف ايش هي صراحة، انا ما لعبت الجزء اللي بتسأل عنه، لكن روحي وحشي.